عندنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك في حلقه امبارح الكبه، وعملنا لك الكباب بالبتنجان، وعملنا لك الفراخ المندي، وعملنا لك البطاطس بالكزبره، وعملنا لك كمان مناقيش الزعتر، وعملنا لك الفتوش بتريكات وحركات شيف حسن. قلنا لك النهارده عندك اختيارات، تقدري تعملي صينيه البطاطس بالفراخ، البصل بالفراخ، كميه البصل قد كميه الفراخ، او تعملي كبسه، او تعملي جنبهم صينيه كفته، او تعملي كمان يا عم حسن شويه مكرونه بصوص الفتوتشيني، وكمان تعملي شويه تعالوا اما نبص. ادي الكبسه بتاعتي بتقول لك تفاصيلها يا جماله، وادي الفراخ بتاعتي في الفرن بتقول لك يا حركاتها، وادي الفراخ بتاعتك قدامك اهو، وادي شويه الرز ختموا ازاي زي ما انت شايفه بالسبانخ، وادي البتنجان بتاع البابا غنوج في الفرن على درجه حراره 200 ساعه. تعال اما نطلع الفراخ بتاعتي. الفراخ بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها، استمتعي باحلى صينيه بصل بالفراخ قدامك اهو. تعالى بص عامله ازاي والكراميليه عامل ازاي يا تفاصيلك يا تريكاتك يا حركاتك يا تفاصيل. وتعالى شوف الكفته، بص الكفته عامله ازاي، كل حاجه طالعه قدامك يا تفاصيلك يا جمالك. احتاري واختاري في اللي انت عايزه تعمليه لعيالك، صينيه ديت الفراخ بالبصل، كميه البصل قد كميه الفراخ، او تعملي كبسه الدجاج، او صينيه كفته زي ما انت عايز. في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر وجميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. عندي سلقه المكرونه يا ياسر قدامك اهي، سلقه المكرونه بتاعتي عشان اعملها بصوص المشروم والفراخ، او الفراخ لوحدها او المشروم لوحدها. وعندي جبت البتنجان كمان عشان بابا غنوج قشرت من عليه القشره الخارجيه وافرمه كده. وافرمه كده زي ما انت شايف، نعمه كده بالسكينه وعكس بعد كده. عشان تنعميه كويس قوي. بعد ما نعمت البتنجان بعد ما قشرت القشره الخارجيه، تعالى نعمل الصوص بتاع المكرونه. خطواتك كده كلها قدامك. معلقه زبده عشان نعمل الصوص بتاعنا بتفاصيله وحركاته وتكاته. خطواتك كده كلها قدامك، وختمت على الرز وختمت كمان على الكبسه، يعني ايه نار هاديه خالص. تفاصيلك كده كلها قدامك، معلقه زبده على ما تسيحي معلقه الزبده بتاعتي عشان اعمل الصوص بتاع المكرونه، تقدري تعمليه بالمشروم او بالفراخ او الاثنين مع بعض. تعالى بجيب الخلطه بتاعتي بتاعه البتنجان دي، احطها في بوله بعد ما فرمتها ونعمتها كويس قوي يا ياسر، ناعمه كده خالص اهي قدامك اهو، وبيضه زي الفل، احطها كده في البوله اللي انا همكس فيها خطواتك كلها. وبعد كده يا حسن نعمل ايه؟ تعالى اما نشوف هنعمل ايه. بصلايه ناعمه، فص ثوم، طماطميه لحم بدون جلد وبدون بذر، شويه من البقدونس الاخضر، نص كوباية من الطحينة، نص كوباية من الزبادي، شوية ملح، شوية كمون كده اهو يا حسن، بس زي الفل قدامك التفاصيل اهو. وبعد كده يا حسن هنعمل ايه؟ ادخل كل ده مع بعض، مراري كده مع بعض بكل سهولة كده، دخلي مكوناتك كده مع بعض. بص التفاصيل، بص الحركات، بص التكات، بص قدامك اهو، بص تفاصيلك قدامك اهو، دخلي كله مع بعض كده اهو، نعمت زي الفل يا جماله. ارجع للصوص بتاعي بتاع الايه المكرونه. اول ما الزبده ساحت عندي كده بجيب صدر فرخه واقطعه مكعبات صغيره، صدر فرخه واقطعه مكعبات صغيره. تقدري تعملي الصوص ده بالفراخ وبالمشروب او الاثنين مع بعض. تعالى بقى انزلهم يا جمالك. وبعد كده غيري لونهم مع بعض عشان تعملي الصوص بتفاصيله وحركاته وتكاته. انقل هنا على النار العالية دي يا ياسر، ارفع لي هنا يا محمد ربيع، ارفع ده وارفع ده. تعالى بقى انقل هنا عشان النار بتاعتي اعلى من هنا،
عندي الزبدة بتاعتي مع الفراخ فقط لا غير. قدامك اهو الرز اختمه. يا تفاصيلك يا حركاتك، معلقة دقيق زي ما انت شايف كده قدامك اهو. ادي الزبدة بتاعتي مع الفراخ، تغير لونها ما تستعجليش، تغير لونها كويس. بعد ما تغير لونها كويس بروح حطلها بصلاية ناعمة تغير لونها الأول عشان أتأكد مفيش أي زفارة. أحط بصلاية ناعمة وأدبلها مع الفراخ المكعبات. صدر واحد تقدري زي ما اتفقت تعملي الصوص ده بالفراخ لوحده أو بالمشروم لوحده أو بالفراخ والمشروم مع بعضها زي ما أنت عايزة. خطواتك كلها مع بعض. دبلي خالص بالشكل ده، البصل يدبل مع الفراخ. بعد كده بتجيبي فصين توم وتقطعيهم شرايح رفيعه كده يا ياسر عشان تحسي بيهم وانت بتاكليهم. بص شرايح رفيعه ازاي توم، وتدبليهم ريحه التوم تطلع عليك. يبقى البصل بقى شفاف، الفراخ غيرت لونها، طعم الزبده طلع عليكي. عايزه تحطي زيت زيتون حطي. بعد كده بتجيبي مشروم فريش طازه شرايح كده، وبعد كده بتقلبيهم تقلبتين مع بعض يدبلوا مع بعض. الايه حسن؟ المادة الدهنية الزبدة، وبعد كده الفراخ، وبعد كده البصل، وبعد كده التوم، وبعد كده المشروم. وانت بتدبلوهم مع بعض كده ياخدوا يدوا مع بعض. هنعمل ايه؟ هروح جايبة معلقة دقيق واحدة عشان اعمل شخصية. معلقة دقيق واحدة، حلة كبيرة يا محمد. معلقة دقيق واحدة عشان تعمل شخصية للموضوع. واحدة واحدة كده قدامك اهو. يبقى عندي دبل كل مكوناتي قدامك اهو. اروح قبل ما احط لها معلقة الدقيق يكون عندي كوباية شوربة. اروح جاي معفراها بمعلقة دقيق واحدة كده. ليه يا حسن؟ معلقة الدقيق تعمل لها شخصية. واروح جاية متأكدة إن الدقيق ده خد الحرارة بتاع الخليط اللي قدامك ده عشان ما تحسيش بمعلقة الدقيق، لازم ياخد الحرارة دي. تقلبيه جواه كده ياخد الحرارة. بعد ما خد الحرارة دي هتعمل إيه؟ بتجيب كبشة من شوربة الفراخ اللي عندك دي، وكمان كبشة كمان من شوربة الفراخ دي عشان كل مكوناتك تستوي في السائل ده، يساعد على السوى السائل اللي أنا حطيته ده. اتاكد ان السائل كله يتبخر الاول، ما تستعجليش. واجيب شويه ملح وشويه فلفل ابيض، وبجيب الكوبايتين الكريمه بتوعي. تبلوا شويه ملح شويه فلفل وحوروا. بص الكبشتين بتوع الشوربه تبخروا خالص ازاي زي ما انت شايف كده قدامك مش موجودين، والصوص عندي عمل كثافه. اروح حلاه بالكريمه او باللبن. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. وبعد كده عم حسن ياخد ويدي مع بعض ويقصر، ما تستعجليش خالص. يقصر عندك كده اهو. على ما يقصر بتاع الصوص عندي، تعالى اما ابص على الكفته بتاعتي. الكفته بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. بصي قدامك اهو يا تفاصيل. ما تنسيش تحطي معلقتين ميه في الصينيه عشان تتبخر وتطلع عندك متفتحه كده، مش تفاصيلك اهو. تحط لها معلقتين ميه في الصينيه عشان تتبخر وتتفتح معاك. ارجع هنا تاني كده يا عم ياسر للصوص بتاعي بتاع الفيتوتشيني. عملت ماده دهنيه زبده، جبت صدري فرخه اديته لون، اديته بصلايه ناعمه دبلتها، اديته كمان ايه يا عم حسن؟ فص توم متقطع مكعبات، وبعد كده خد وده مع بعض، نزلت عليه بالمشروم، وبعد كده عفرته بالدقيق، اديته كبشتين من شوربه الفراخ، واديته كوبايتين من اللبن او الكريمه، واسيبه يقصر خالص ويغلي ويقصر وياخد الكثافه. وبعد كده عندي المكرونه المسلوقه بتاعتي اللي انت شايفها قدامك دي كده، زي ما انت شايف كده المكرونه. بص المكرونه مفلفله ازاي عشان معلقه الزيت اللي انت حطيتيها في الميه السخنه اللي بتغلي ساعه السلق هتبقى مفلفله كده معاكي على طول. هي سنه الزيت بتعمل كده. اقلب بقى الصوص عشان انزل الصوص. اتفقنا ان المكرونه
مسلوقه لمده 9 دقائق. ليه يا حسن؟ عشان الصوص بعد ما يغلي ويبقى كثيف احط المكرونه دي واسيبها كمان 3 دقائق عشان اما اجي اكلها تجرش تحت ضرسي وتمتعني، ما تكونش معجنه. المكرونه لازم تكون بتجرش تحت ضرسك وانت بتاكليها. وادي الصوص بتاعي اهو بدا يتقل، خدي بالك اهو بدا يتقل عشان الكريمه وعشان معلقه الدقيق. تقليب كده لحد ما يربط معاكي خالص، ما تستعجليش عليه. تقدري تستعملي المشروم الكمبوت بس تشطفيه عشان الماده الحافظه، او المشروم الفريش بعد ما تنشفيه بمنديل كويس قوي وتقطعيه. تقدري تعملي الصوص ده بفراخ ومشروم، او بمشروم لوحده او بفراخ لوحده زي ما انت عايزه. اهم حاجه قلبي فيه كده لحد ما يتقل، لحد ما يتقل. وبعد كده زي ما انت شايف كده قدامك اهو، اروح جايبه حله واسعه عشان الصوص، عشان اقلب المكرونه فيها تاخد وقتها زي ما انت عايز. اقلب فيها لحد ما تربط، ما استعجلش عليا ياسر. وبعد كده انزل لها المكرونه المسلوقه 9 دقائق واسيبها في الصوص 3 دقائق. تمام كده زي الفل. بدات تربط، بدات تربط زي ما انت شايفه، تعرفي الكثافه بتاعتها. كل ما تسخنيها تربط معاكي، كل ما تسخنيها تربط معاكي. اهم حاجه تقلبي عشان ما تلدعش ويستوي الصوص بتاعك. تعمليه بالفراخ، تعمليه بالمشروم، تعمليه الاثنين مع بعض، الاختيار راجع ليك انت، احتاري واختاري زي ما اتفقنا. انا عامل لك افكار النهارده، تعملي صينيه كفته، تعملي شويه مكرونه بالصوص المشروم مع صوص الفراخ، تعملي كبسه الدجاج، تعملي صينيه الدجاج مع البصل. احتاري واختاري بالافكار اللي انا عاملها لك كلها زي ما انت شايفه كده. مش لازم تعملي المنيو كله، انا بعمل لك افكار وانت اختاري منهم الموجود عندك ايه. خلاص بدات تتقل، خلاص اهو اروح جايبه حله اكبر سنه، واروح جايه منزله الخليط ده كله فيها عشان اما انزل الفراخ بتاعتي يا جمالك تاخد الحراره. يا جمالك تمام كده. اروح ايه جايبه المكرونه بتاعتي. تعال شوف المكرونه بتاعتي بقى واقفه على حيلها ازاي، يا تفاصيلك، واستمتع بحركاتك وتكاتك. هتاخد غلوتين، مش محتاجة أكتر من كده، ونجيب شوكتين ونقلب بيهم. تفاصيلك كده كلها قدامك اهو. تخش كام دقيقة يا عم حسن في الصوص ده؟ 3 دقايق في الصوص ده، مش أكتر من كده، مش أكتر من كده، عشان هي التسوية بتاعتها 12 دقيقة. تعالى كده بص يا ياسر وأنت موجود كده، دخل بقى كده اهو زي ما أنت شايف قدامك الصوص جوه المكرونة. قد إيه يا حسن؟ 3 دقايق فقط لا غير. قلب قلب، تشرب الصوص بتاعها وتستمتعي بيها، وتقلبيها في طبق واحد وكل واحد ياخد اللي هو عايزه من ولادك. بعد ما قلبتها كده كويس، دخلت كل مكوناتي مع بعضها. تعالى بقى نشوف، انا اجيب لها شويه ايه؟ بقدونس، شويه جبنه رومي، عندك جبنه برميزان زي ما انت عايز، اهم حاجه تدلعي عيالك. ادي شويه بقدونس اهم عشان ادلع العيال، وكمان شويه جبنه رومي، وتدخليهم فيها برضو بكل تفاصيلك. واحدة واحدة كده دخلي الجبن بالأطعمة دي. دي لوحدها وجبة، خدي بالك، دي لوحدها البسطة دي وجبة فيها كل القيمة الغذائية اللي انت عايزاها. فيها القيمة الغذائية النباتي، البروتين النباتي، وفيها البروتين الحيواني. احتار، لو انت رحت اي مطعم هتشتريها بقد كده زي ما الأستاذ ياسر بيقولك، يا تفاصيلك. كده جاهزة خالص، خدت 3 دقايق جاهزة، نقدمها للعيال في الطاجن بتاعنا. هتشوفي دلوقتي اجيب الطاجن بتاعي تقدميه، ما تجيب المدور الاحسن زي ما انت شايفه كده. احتاري واختاري. عملنا النهارده صينيه الفراخ بالبصل، واتفقنا مع بعض عشان الفراخ بتاعتك وانت بتسلقيها ما تعملش ريم، لازم تنضفيها بره وجوه، ملح خشن، فلفل، دقيق، خل مره واثنين وثلاثه واربعه، وتشطفيها مره واثنين وثلاثه واربعه، وتنقعيها في ميه فيها تلج، فيها عصير ليمون، فيها خل ابيض، ملح خشن، وتسيبيها وبعد كده تشطفيها. لما تيجي تحطيها في الميه اللي فيها البصل او فيها الحبهان لا يمكن تعمل ريم. التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني.